ياسمين صبري تعيش حالة من القلق والترقب بعد إصابة أحمد أبو هشيمة. أحمد أبو هشيمة يكشف تطورات حالته بعد إصابته بكورونا وتصرف غريب من ياسمين صبري. أحمد أبو هشيمة يكشف صعوبات حالته بعد إصابته بكورونا والجمهور يسأل. أول تعليق من أبو هشيمة على إصابته بكورونا: إصابة أحمد أبو هشيمة بكورونا وياسمين صبري تعيش قلقا بالغا. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو متعاطف مع أحمد أبو هشيمة ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع أحمد أبو هشيمة. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. ياسمين صبري تعيش حالة من القلق والترقب بعد إصابة أحمد أبو هشيمة. تم التأكد من إصابة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة الخاصة به إيجابية، ولفتت وسائل الإعلام المصرية إلى أن الممثلة ياسمين صبري تعيش حالة من القلق والترقب بعد مغادرة زوجها الفيلا الخاصة بهما لعزل نفسه في الأيام المقبلة. وبما أن ياسمين صبري تعتبر من المخالطين المباشرين لأحمد أبو هشيمة فيتنتظر بدورها نتيجة المسحة. أحمد أبو هشيمة يكشف صعوبة حالته بعد إصابته بكورونا والجمهور يسأل عن ياسمين صبري. كشف زوج الفنانة المصرية ياسمين صبري رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إصابته مؤخرا بالعدوى الناتجة عن فيروس كورونا المستجدة، ولهذا نشر عبر حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات إنستغرام صورة له أرفقه بتعليق أوضح فيها حقيقة حالته وكتب: الحمد لله على لطفه بي، أصبت بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة وكانت أعراضه شديدة جدا، وأضاف: الحمد لله أنا الآن في حال أفضل، رجاء نكونوا حريصين لأقصى درجة، ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا مصر. وسرع الكثيرون إلى تمني الشفاء العاجل له متسائلين عن حالة زوجته. يشار إلى أن الأخيرة ردت في وقت سابق على حملات سخرية انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور حسابي في فيسبوك يحمل اسمها، حيث كتبت عبر حسابها في تويتر: لا يوجد لدي أي حسابات على الفيسبوك، ده حساب مزور وأنا حقفله. إصابة زوج ياسمين صبري أحمد أبو هشيمة بفيروس كورونا. قالت مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة إنه أصيب بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء الفحص وثبتت إيجابيته وتعرضه للإصابة. وأضافت المصادر أن أبو هشيمة غادر منزل الزوجية وقرر الإقامة في مكان آخر يمتلكه ليكون معزولا عن أسرته. وتعيش الفنانة المصرية ياسمين صبري زوجة أبو هشيمة حالة من القلق، حيث أجرت مسحة طبية ولكنها تنتظر ظهور النتيجة. وعزلت ياسمين صبري نفسها كونها مخالطة مباشر لزوجها، لكنها لا تتواجد في ذات محل إقامته الحالية حيث بدأت بالبروتوكول العلاجي احترازيا. إصابة زوج ياسمين صبري أحمد أبو هشيمة بفيروس كورونا وعزل ياسمين صبري. كشف النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب الشعب الجمهورية عن تعرضه لوعكة صحية غيبته عن الظهور لمدة أسبوعين. وقال أبو هشيمة في منشور له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب، أنا دلوقتي أحسن وأقوى، خلوا بالكم من صحتكم، دي كنزكم الحقيقية، كل سنة وأنتم طيبين. وعكة أحمد أبو هشيمة بدأت منذ أسبوعين بعدما تعرض لألام شديدة في غضروف الرقبة دفعته إلى القيام بضعة أيام بأحد مستشفيات القاهرة الجديدة وإجراء بعض الفحوصات الطبية قبل أن يعود إلى المنزل ويواصل مرحلة العلاج ومع الالتزام بعض الراحة حسبما شدد الأطباء المتابعون لحالته. أحمد أبو هشيمة إصابتي بكورونا كانت شديدة جدا، الحمد لله على لطفه بي. أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن إصابته بفيروس كورونا مؤخرا ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام وعلق عليها وكتب: الحمد لله على لطفه بي، أصبت بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة وكانت أعراضه شديدة جدا، الحمد لله أنا الآن في حال أفضل، رجاء نكون حريصين لأقصى درجة، ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا مصر. بعد إصابته بكورونا أبو هشيمة من العزلة الأعراض شديدة. كتب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة يوجه بها رسالة إلى متابعيه ليطمئنوا على صحته في أيام العزل المنزلية. وقال أبو هشيمة في تغريدته: الحمد لله على لطفه بي، أصبت بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة وكانت أعراضه شديدة جدا،
الحمد لله أنا الآن في حال أفضل. وأضاف أبو هشيمة: رجاء نكون حريصين لأقصى درجة، ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا مصر. وكان رجل الأعمال قد خضع لعمل مسحة طبية وأثبتت إصابته يوم الثلاثاء الماضي بالفيروس، وقام بعزل نفسه في منزل بعيد عن منزل الزوجية حتى يتعافى من فيروس كورونا. ويذكر أن ياسمين صبري عاشت حالة من القلق البالغ ويذكر أن ياسمين صبري عاشت حالة من القلق البالغ بعد مغادرة أحمد أبو هشيمة منزل الزوجية للإقامة في منزل آخر يمتلكه ليكون بمعزل عن أسرته. وأجرت ياسمين صبري مسحة طبية مساء اليوم الأربعاء، فيما أجرت أسرة أبو هشيمة مسحة طبية من باب الاطمئنان. وخضعت أيضا ياسمين صبري لعزل نفسها كونها مخالطة مباشر لزوجها، لكنها لا تتواجد في ذات محل الإقامة الحالية حيث بدأت بمباشرة البروتوكول العلاجي. أحمد أبو هشيمة يغادر المنزل وياسمين صبري تعيش قلقا كبيرا. غادر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة منزله للإقامة في مكان آخر ليعزل نفسه والخضوع للعلاج المناسب بعد تبيان إصابته بفيروس كورونا. ونقل موقع إرم نيوز عن مصادر مقربة من أبو هشيمة أنه أجرى فحص البي سي آر وأتت النتيجة إيجابية، فيما تعيش زوجته الممثلة المصرية ياسمين صبري قلقا كبيرا على حالته خوفا من أن تكون قد التقطت العدوى. ونوهت المصادر إلى أن ياسمين صبري عزلت نفسها كونها مخالطة مباشرة لزوجها، لكنها لا تتواجد في ذات محل إقامتها الحالية حيث بدأت بمؤشرة البروتوكول العلاجي تحسن لإيجابية النتيجة. إصابة أحمد أبو هشيمة بكورونا وهذه حالة ياسمين صبري. كشفت وسائل الإعلام عن إصابة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة المصرية ياسمين صبري بفيروس كورونا المستجد. وخضع أبو هشيمة لمسحة طبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء وفقا لموقع إرم نيوز. وأكدت مصادر أن ياسمين صبري تعيش حالة من القلق البالغ بعد مغادرة أحمد أبو هشيمة منزل الزوجية للإقامة في منزل آخر يمتلكه ليكون بمعزل عن أسرته. وأجرت ياسمين صبري مسحة طبية ولكنها تنتظر ظهور النتيجة مساء اليوم الأربعاء، فيما أجرت أسرة أبو هشيمة مسحة طبية من باب الاطمئنان. ونوهت المصادر إلى أن ياسمين صبري عزلت نفسها كونها مخالطة مباشرة لزوجها، لكنها لا تتواجد في ذات محل إقامتها الحالية حيث بدأت بمباشرة البروتوكول العلاجي تحسبا لإيجابية النتيجة. سلوى عثمان تعترض على تصرف ياسمين صبري وأبو هشيمة وتعاتبهما علنا. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب إصابة أحمد أبو هشيمة بفيروس كورونا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.